شو تعمل بماسنا بزعبط؟ نطوي حفاضات. أول شي نروح نفرز حفاضات، يكون في بالات كبيرة. أنت مش تعقلك مدرسة؟ كتير مو شوي، يا ريت فينا نرجع المدرسة. طلعنا بس روعينا، ضلينا ثلاثة أيام هيك. بس كيف أنت اللي كيف جبت غطا؟ اللي بدنا إياه بس نرجع على سوريا. يعني فوق الغربة غربة؟ ما يعني شو رأيك؟ يعني شو وقت؟ ترجع؟ لا بنرجع إن شاء الله بنرجع.